أهلا بكم. طالبت الحركة المدنية الديمقراطية المجلس الأعلى للإعلام بضمان فرص متساوية لمعارضي التعديلات الدستورية في وسائل الإعلام الحكومية. ووجهت الحركة التي تمثل تجمعا لأحزاب معارضة، وجهت رسالتها إلى مكرم محمد أحمد بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام، وقالت إن الدستور الحالي نص على التزام الدولة بحيادية وسائل الإعلام وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وكذلك ضمان المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن توجيه وإدارة المؤسسات الإعلامية على النحو الحالي. نناقش هذا الملف مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور. مساء الخير أستاذ وليد وأهلا بك. يعني بداية، أكيد أنتم استندتم إلى مواد دستورية في الدستور المصري تضمن للجميع حق المساواة في عرض آرائهم وأفكارهم في وسائل الإعلام المملوكة للدولة. أبرز تلك المواد التي استندتم إليها في الرسالة الموجهة للسيد مكرم أحمد. مساء الخير يا فندم. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أكيد طبعا الدستور المصري بيضمن لكل المصريين حرية التعبير عن أفكارهم، وبيضمن برضو إن المواطنين حقهم في أجهزة الإعلام حتى الدولة لا تعبر عن وجهات نظر المواطنين. الخطاب اللي تم توجيهه من الحركة المدنية للمجلس الأعلى للإعلام كان متضمن عدد من المواد اللي كانت بتضمن وبتكفل حريه التعبير للمواطن المصري. وكمان تمام، وحتى البيان كان مشتمل على المواد اللي احنا بنفصل على اساسها المساس بالدستور فيما يقال عن التعبير الدستوري. المواد اللي كانت مذكوره بين 26 اللي كانت بتقول ان احنا من حقنا كمواطنين نحترم الدستور ونحترم الماده 26 كانها بترفض تعديل او تغيير اي شيء متعلق بمواد الرئاسه الا فيما يتعلق بمزيد من الضمانات. وان الحركه المدنيه والاحزاب والشخصيات العامه المكونه لها ليها وجهه نظر ثانيه غير وجهه النظر اللي بتستخدمها الاعلام، حتى الاعلام اللي هو يعتبر مفروض انه مستقل لكن بيتحدث عن وجهه نظر واحده بس فقط لا غير. لو حضرتك فتحتي اي قناه تلفزيون سواء مملوكه للدوله او حتى من القنوات الخاصه لن تجد اي ذكر ان في حد في الشعب المصري او حد من القوى السياسيه يرفض تعديل الدستور، وهتلاقي طول النهار يا اما في اعلانات يا اما في برامج يا اما في ضيوف بيتكلموا عن قد ايه التعديلات دي كويسه وقد ايه التعديلات دي في مصلحه المواطن وقد ايه التعديلات دي يعني دي بتحاول تأدي مستقبل افضل عشان مصر. لكن للاسف مش هتجد اي حد بيتكلم اساسا عن ان ممكن يبقى في وجهه نظر ثانيه. في نفس الوقت اللي احنا حتى بنحاول نعبر فيه عن طريق يعني القنوات القليله او الطرق القليله اللي نقدر نوصل بها وجهه نظرنا، بيتم التنكيل بالاحزاب اللي جوه الحركه المدنيه زي حزب الدستور مثلا. لما قلنا لحضرتك قبل كده نتعرض على امين الاعلام وعضو لجنه الاعلام استاذ احمد الرسام واستاذ رمضان ابو زيد، هم بالمناسبه كان تجديدهم النهارده خدوا 15 يوم. فاحنا قلنا لا، لازم نتوجه للاعلام الدوله اللي هو مملوك للمواطنين، هو عباره عن اعلان من اموال دفع الضرائب المصريين، اللي هو المفروض يعبر عن جميع وجهات نظرهم مش بس وجهه النظر الماليه للدوله. في هذه النقطه قد يتم الرد عليكم مثلا يا استاذ وليد بانه هناك مجلس نواب ممثل للشعب يجري حوار مجتمعي ويتداول هذه الافكار فيما بينه، فهو اذا يمثل الشعب المصري، كيف تردون على ذلك؟ يعني اول رد حضرتك ان في ناس 17 عضو في مجلس النواب صوتوا برفض التعديلات الدستوريه. لم نجد اي قناه من قنوات التلفزيون المملوك للدوله او القنوات حتى الخاصه استضافت حد من النواب دول وناقشوا في وجهه نظره باعتباره ممثل للشعب فعلا وراجل منتخب لمثل الشعب وصوت برفض التعديلات الدستوريه. لم نجد هذا حتى الان. رقم اثنين، حتى الحوار المجتمعي، الحوار المجتمعي مش ان انا اتحاور مع الناس المؤيدين والداعمين لوجهه نظري، الحوار المجتمعي لازم برضه بيشترط حتى الاحزاب او المجموعات اللي رافضه تعديل الدستور، لكن الى الان لم يتم دعوه اي حزب من احزاب مثلا الحركه المدنيه او الاحزاب الرافضه للتعديلات الدستوريه لحوار مجتمعي. لم يتم ظهور اي نائب النواب مجلس النواب ال 17
17 عضو اللي صوتوا برفض التعديلات الدستوريه. فاذا واضح ان هو حوار يعني احادي الجانب، انا بتحاور مع نفسي، بجيب ناس تسقف له تقول تمام اللي انت بتقوله ده صحيح. اللي احنا بنعمله النهارده ده هو اول خطوه قانونيه بنبداها في الطريق ده. ليه؟ عشان حاجتين، اولا احنا من حقنا باعتبارنا مواطنين وناس مهتمه بالشان العام ان احنا نرد وجهه نظرنا وان احنا نبين اسبابها للناس. رقم اثنين، احنا بنتصرف باشكال دايما قانونيه. لكن النهارده في تصرف قانوني اللي تقدم بيان او تقدم خطاب لرئيس المجلس الاعلى للاعلام، وبعديها هيتم توجيه برضه عدد من الخطابات لعدد من الجهات المعنيه بالامر. تمام؟ لان هو في الاول وفي الاخر حق دستوري وقانوني لينا كمواطنين قبل حتى ما نكون مشتغلين بالشان العام او بالسياسه. تلقيتم حتى الان اي رد من المجلس الاعلى يا استاذ وليد ولا لسه؟ الى الان ما فيش اي رد من اي نوع. يعني الى الان ما فيش رد من اي نوع، وده مش معناه ان احنا هنبطل، لا بالعكس هنكرر الطلب. ان احنا ده مش مجرد حق لينا بس، حق لكل المواطنين. وايه الخطوه الجايه يا استاذ وليد؟ ان رد وتجاوب المجلس مع طلبكم او لم يتجاوب او يعني لم يرد نهائيا، ما هي خطوتكم المقبله؟ في حاله التجاوب ان شاء الله، احنا اوريدي كان في مجهزين ورقه قانونيه تشتمل على معنى التعديلات الدستوريه وما تؤدي اليه في الواقع اذا تم تمريرها وتفسيرها للمواطن البسيط بطريقه يقدر يفهمها ويتعامل معاها. فده اول حاجه هنبتدي نتكلم فيها لو تم التجاوب معانا وتخصصنا مساحه في الاعلام. في وجهه نظر كمل اذا لم يتم التجاوب. في قرار سلبي، القرار السلبي ده بناخد عليه اجراءات قانونيه بقى في الجهات والمحاكم المختصه. نحن بنخاطب جهه رسميه. تمام؟ نعم. الجهه الرسميه دي منوط بها توفير حريه التعبير لكل المواطنين وحق المواطنين في ان هم يشوفوا الصوره بكل جوانبها بالقانون وبالدستور. طيب، في منذ طرح مساله التعديلات الدستوريه حتى اليوم والحديث يزيد عن كيفيه مواجهه هذه التعديلات او طرحها للنقاش المجتمعي، وطرحت اراء حول التفكير خارج الصندوق يا استاذ وليد، ولنا في تجربه تشيلي عبره حينما كان التضييق على تشيلي والاستفتاء الذي حصل والدعوه للناس للتصويت بنو كانت مجرد اغنيه على سبيل المثال في ذلك الوقت، استطاعت ان تصل الى كل شرائح المجتمع وجاء التصويت بلا على الاستفتاء الذي كان معروضا في تشيلي. هل لديكم أي طرق للتفكير خارج الصندوق والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس، حتى لو أعطاك التلفزيون الرسمي اليوم 10 دقائق مثلا مرة في الأسبوع عشان تطلعوا تتكلموا يا أستاذ وليد، هل ستصل للناس؟ ما هي الطرق المبتكرة التي تحتاجها اليوم مصر وتحتاجها طرق الوصول للناس في مصر؟ والله، واكيد في عدد من الطرق وعدد من الوسائل كنا مقررين ان احنا هنستخدمها، ان احنا نحاول نعبر عن وجهه نظرنا ونشرح معنى التعديلات الدستوريه وما تؤدي اليه وايه الوضع لو فعلا التصويت خرج بلا. لكن للاسف احنا واحنا بنشتغل الشغل ده بيبقى الرد علينا في المقابل مش بالراي، ومش بيبقى الرد علينا بالمقابل بطرح وجهه نظر بديل او تسنيد الاسباب اللي احنا بنقولها، بل الرد بيجي عن طريق التدقيقات الامنيه والاعتقالات. وده مؤدي ان احنا مش عارفين نوصل فعلا بالطرق بتاعتنا لنسيج الحرج زي ما ذكرت كده، زي ما حصل في تشيلي وتصويت بنو. هل هذا ما ردوا لانكم تفكرون بنفس الطرق التقليديه والكلاسيكيه التي يتبعها النظام؟ اين هي الطرق الخاصه بكم سيد وليد؟ والله يا فندم، اول حاجه احنا اول يوم لينا في الحمله، اول ما بدانا نشتغل بين الاعلام واعضاء لجنه الاعلام اللي كان منوط بيهم يبتدوا الشغل في الطرق المبتكره دي، تم القاء القبض عليهم تحت مقر الحزب. نعم. يعني حتى مجرد احنا بنشتغل وبدانا نبتكر ونعمل حاجه، كان الرد فوري وسريع اللي تم القاء القبض على امين الاعلام الاستاذ احمد رسام وعضو لجنه الاعلام الاستاذ رمضان ابو زيد. لكن ده مش معناه ان احنا هنبطل او ان احنا هنشتغل بالطرق التقليديه زي ما حضرتك ذكرت، لا بالعكس، احنا بنبتكر طرق ثانيه. بس بدانا الاول الضغط بالطرق الرسميه اللي هو حقنا الطبيعي ان احنا نظهر في الاعلام ونبتدي نبدي وجهه نظرنا. شكرا ليك. من هنا لحد الدعوه للاستفتاء ان شاء الله هيبقى ظهر اكثر من حاجه احنا بنشتغل عليه ان شاء الله في الفتره الجايه. ان شاء الله، ويعطيكم الف عافيه استاذ وليد العماري المتحدث الاعلامي باسم حزب الدستور، اشكرك على انضمامك الينا هذه الليله.